عدم تطبيق البروتوكولات الصحية والتراخي الملحوظ في احترام الإجراءات الوقائية جعل الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة، وعدد الإصابات في ارتفاع يومي، وضعية جعلت الكثيرين يتحدثون عن موجة ثالثة مرتقبة للفيروس. حرب الكوفيد 19 في الجزائر كانت ناجحة ولحق لها الواحد السيطرة على الوضع، ولكن هذه السيطرة لازم تكون متمنة ولازم نكملوا في الوسائل، لأننا عارفين ونعاود نقولها بكل صراحة، الكوفيد 19 مازال يتفشى في الجزائر ومازال يعدي ومازال يؤدي إلى خطورة ويؤدي الناس إلى الإنعاش ويؤدي ربما لا قدر الله إلى الوفاة. بوادر الموجة الثالثة لفيروس كورونا في الجزائر جعل من تجديد إجراءات الحجر الصحي في هذه الفترة ضرورة. تفعيل كل التدابير الوقائية والقوانين الخاصة في أقرب وقت، يعني هذا يعني الشيء المطلوب كأخصائي في علم الأوبئة ولنقص الضغط على المصالح الصحية، وهذه القوانين لابد من تفعيلها في أقرب وقت، عند ارتداء الكمامة إجباري في جميع الأماكن، وهذا الشيء اللي لاحظناه، يعني الناس ما تلبش الكمامة، كذلك التباعد الجسدي والغسل. التحلي بروح وطنية وتضامنية بين المواطنين بات ضرورياً هذه الفترة لاحتواء الوباء والخروج بأقل عدد من الإصابات يومياً، ولن يحدث ذلك إلا باتباع إرشادات أهل الاختصاص.